السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان معك سيدتي على اليوم 24. اليوم هي حلقة متميزة، حلقة الختام اللي غادي نختموا بها هذا البرنامج إن شاء الله. ليلة القدر، وما أدرك ما ليلة القدر. هذه الليلة المباركة سعيدة، غادي نبغيو نذكروا بتقاليدنا، التقاليد المغربية اللي ما خصناش نسوها واللي خصنا نتحافظوا عليها، ويعني كيف ما كبرنا بها نكبروا وليداتنا عليها. ليلة القدر يعني خلال النهار كيكون واحد الجو ديال الاحتفال، واحد الجو جميل، كتكون صلة الرحم، كيكونوا يعني الأطفال لابسين على الحلي يعني لي فيتمون ديالهم تقليديين، كنفرحوا بهم، كنديروا حنينة للبنيات، السيدات هما كيحنيو، كيف ما قلت لكم يعني كيكون واحد الجو جميل ديال الاحتفال على ما كيجي الليل اللي كيكون فيه واحد الجو روحاني ديال العبادة وديال الصلاة. اليوم غادي نقدم لكم واحد اللبسة اختاريناها لكم خصيصا لهاد المناسبة ديال الاحتفال بليلة القدر، وكنغتنم الفرصة باش نقول لكم عيد مبارك سعيد، باش ما كتمنوا إن شاء الله الصحة والسلامة، وإلى الفرصة مقبلة إن شاء الله. شكرا ليوم 24 لمواكبة السيدات في هذا الشهر الكريم، شكرا لكم على تتبعكم، شكرا على الملاحظات ديالكم، على الاقتراحات ديالكم. كنضرب لكم موعد جديد إن شاء الله في برنامج جديد مع اليوم 24، وشكرا. كيف كتشوفوا اختارينا لهذه الليله الجميله والقديره، ليله القدر، اللي الله يدخلها عليكم بالصحه والسلامه وكل ما كتمناو ان شاء الله. اختارينا هذه القندوره اللي يعني مطروزه ويعني زاز بالنسبه للمناسبه. كيف ما قلنا اليوم كيكونوا احتفالات، كتكون يعني كنفرحوا بالوليدات وكنفرحوا بالسيدات حتى هما اللي الله يجازيهم بالخير، يعني تعبوا معنا في هذا رمضان وداروا مجهودات. حبه دانا نرتاحوا شويه في هذه ليله القدر، ويعني يحتفلوا حتى هما يحنيو ويحنيو مع الوليدات. هذه القنيطره اللي اختاريت لكم اللي هي مطروزه، كيف ما كتشوفوا مخدومه بالسق اللي صفر، ولكن هادشي ما كيمنعنيش انني درت معها واحد لو شال اللي هو رمادي وفيه شويه دارجونتي، يعني دفا يعني باش ما بقاوش فداك الدوغي بزاف. وكيف ما كنقول يعني ماشي حيت دايرين الدوغي خصنا نديرو يعني الدوغي في الفولار ولا في لي اكسسوار ولا ملي كنخلطو الدوغي مع لارجونتي كيعطي واحد لاطوش ديال العصرانه، كتولي مودرن، كيولي يعني ما كيبقاش داكشي غادي لون فلون. كنتمنى انا والاختيار ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم. رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله، وكنضرب لكم موعد إن شاء الله فرصة مقبلة. شكراً.